الأطفال، عشقك بقى وحبك الأطفال وكورال أطفال مصر، قولي فكرة تأسيس الكورال جت إزاي يا مايسترو؟ جت كنت بعمل حفلة في عمان، الدكتور الملاح اللي هو بيشتغل صديقي بيشتغل بأوبرا عمان، بالصدفة كده بيكلمني إنه من حوالي أسبوعين جت فرقة من فنزويلا من أولاد دور الرعاية. الفرقة دي بتلف العالم، أوركسترا من أطفال بتلف العالم. فجأة قلت طيب ليه ما نعملش هنا؟ بدينا نلف بقى على دور الرعاية لغاية ما جمعت كم عدد كبير. ده كان سنة كام يا مايسترو؟ من 7 سنين. من 7 سنين. دلوقتي من الأطفال دي من الكورال ده، أنا يعني مش بس بهتم فيهم موسيقيا، علميا و اجتماعيا ومن جميعه. احنا الأولاد دول حولناهم من طاقة سلبية إلى طاقة في منتهى الإيجابية. طبعا في منتهى الإيجابية. في واحد كان منهم دلوقتي السنة دي بياخد الدبلوم الطب، بياخد بكالوريوس طب، بكالوريوس بمادة أنا ناسي دلوقتي، هو بتخصص يعني. ناس التخصص بتاعه بيمثل الجامعة بتاعته، بيمثلها بمؤتمرات طبية عالمية. الله، فكرة إنه في ناس بيعملوا إعلام وفي ناس بيعملوا بجميع التخصصات. دي فكرة أكتر من رائعة. يعني أنا فاكرة الحقيقة إنه أول فعلا ما جت الفكرة وحياتك اتكلمت فيها وطلعت في الإعلام واتكلمت فيها، الناس كانت مبهورة والناس كانت ترك أثر الحقيقة مؤثرة فيهم بشكل كبير. فكرة إن إحنا مهتمين فعلا بهؤلاء الأطفال اللي في دور الرعاية إنه نعمل لهم حياة، أولا حياتك آمنت بيهم، اتبنتهم، خليتهم فنانين، والفنان خلتهم بيبقى انسان راقي، يحسوا ان انا مهتم بيهم فعلا. مش انه يوم يومين اعمل حاجه اعلاميه ليا انا واسيبه وما مش لا. في شروط معينه يعني بتضعوها لقبول الاطفال دول ان هم؟ مفيش اي شروط، ولا ان يبقى في حتى موهبه، ما من غض النظر اوقات عن الموضوع. يعني يكون بس حد ادنى، بس ممكن. طلع في ناس دخلوا المعهد الموسيقى مثلا ومبدعين هناك 4 5 عندي هناك، وفي 15 بقيهم عشان يخشوا معهد الموسيقى. اللي عنده موهبه موسيقيه ما فيش مانع هينبغ، بس اللي ما عندوش موهبه موسيقيه احنا من بني من جديد اجتماعيا، منخليه يشعر انه عنده عيله وعنده اهل وعنده فعلا يعني انا بحسهم كلهم ولادي. ايه الجديد في كورال اطفال مصر؟ ايه اللي بتحضره لهم دلوقتي يا مايسترو؟ اهم حاجه كورال اطفال مصر بيغنوا بخمس لغات دلوقتي. بخمس لغات، بالعربي وباللاتيني بالانجليزي وعربي لاتين انجليزي فرنساوي مثلا؟ لا لسه فرنساوي ما بدأوش. التلياني فولا فولا بالون بيلا بغنوها بالتلياني، بال4 لغات دول. ولسه حاطط في دماغي الاسباني والفرنساوي والالماني، هيخليهم يغنوا ب6 7 لغات يعني. وروسي. ما انا اللغه الروسيه لازم نستغل بقى يعني، انا متقنها زي العربي اللغه الروسيه. فبعلمهم النطق الروسي الصحيح يعني. بغنوا كاتيوشا، اغنيه مشهوره، بغنوها بالروسي. ممتاز. طب كلامنا عن ده يخليني برضو اخد حضرتك لمؤسسه المبدع العربي، عايزه اتكلم عنها وحياتك بتشرف عليها وحياتك طبعا بترأسها. كلمنا عنها، عن اهدافها ايه؟ المبدع العربي تداخلت دلوقتي مع نشاطي العام، مثلا اي نشاط بعمله مع اي جهه
بصفتي رئيس مجلس إدارة المبدع العربي، وشغلها دلوقتي انصب على كرة الأطفال بقى، يعني هو النشاط الأساسي. بتعرف ازاي تسيطر على كل الأطفال دول يا مايسترو؟ السؤال ده طرحوه عليا من 33 سنة لما بعد ما قدمت أول حفلة لكرة الأطفال، قلت لهم في ثلاث شروط للسيطرة على الأطفال. أول شرط الحب، ثاني شرط الحب، ثالث شرط الحب. الحب يسمعوا كلامك، مجرد ما يحس الطفل إنه هو محبوب، إنه في واحد فعلا بيحبه، مش عايز طفل أكتر من كده يعني. طبعا والتوجيه يعني، بس طبعاً الحب هو الأساس. بالتأكيد.